عالم الموضة عالم قديم، فيه الكثير من المعلومات اللي نجهلها. مما يؤثر سلباً في العديد من الأحيان في تعبيرنا عن أنفسنا في المجتمع والمناسبات اللي نلبي دعواتها. ولكن سنكشف النقاب عن أسرار وخفايا عالم الموضة اللي ينبض بالحياة والإبداع في أسرار الموضة، من تصميم عروض الأزياء وصناعة الأكسسوارات إلى أساليب المكياج والتسريحات. وبتتعرفون معانا على كل ما يجعل عالم الموضة مبهراً. في كل مرة سنطرح أحد مواضيع الموضة لنقدم نظرة شاملة عن تاريخه وكيفية تطوره عبر العصور، وقد نكشف الستار عن قصص النجاح والإلهام لأبرز الشخصيات في هذا المجال. ما هي آخر صيحات الموضة وما يجب علينا معرفته قبل اشتراء الملابس الجديدة؟ حلقة اليوم من أسرار الموضة بنتعرف فيها على أهمية تنسيق الملابس بحسب شكل أجسامنا. كيف ممكن هالشيء يعطينا ثقة أكبر ويبرز جمالنا؟ خبراء الموضة دوم يصنفون أشكال الأجسام بطريقة معينة، مثل جسم التفاحة والكمثرة والساعة الرملية والمستطيل، عشان يساعدون الناس يختارون لبس اللي يبرز جمالهم ويخفي العيوب. هالطريقة بتخلي اختيار الملابس أسهل وأكثر عملية، خصوصاً لما نعرف شو اللبس اللي يناسبنا بالضبط. هذا وأكثر مشاهدينا بنكتشفه اليوم مع خبيرة الموضة سارة كيروز، اللي بتعطينا أفكار ونصايح جديدة بتفيدنا في تحسين مظهرنا وإطلالتنا اليومية. تنسيق الملابس وفقاً لشكل الجسم يعد من أبرز تطورات الموضة الحديثة، واللي تهدف إلى أبراز المزايا الجسمانية للأفراد وبتقلل العيوب المرئية. على مر السنين اتطورت هاي الفكرة وشملت كل الأجناس، وأدى إلى تطوير أساليب مختلفة عشان تناسب كل نوع من الأجسام. وفكرة تنسيق الملابس وفقاً لشكل الجسم فكرة قديمة، بدأت في الظهور قبل أوائل القرن العشرين، وقبل ذلك كان التركيز الأكبر على ارتداء الملابس اللي تعكس الوضع الاجتماعي والثروة. ولكن مع تطور حركة الموضة بدأ الاهتمام يتجه نحو تصميم الملابس اللي تناسب وتبرز شكل الجسم الفردي. ومع زيادة انتشار الأزياء الجاهزة في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين، بدأ المصممون في مراعاة الأشكال المختلفة للأجسام. وشهدت خمسينات وستينات القرن العشرين تأثيراً كبيراً من الممثلات المشهورات مثل مارلين مونرو. واللي أثراً بشكل كبير على توجهات الموضة وأدى إلى تصميم ملابس تبرز الشكل الأنثوي. وبدأ تطوير مفهوم الأزياء حسب نوع الجسم في سبعينات وثمانينات القرن العشرين بشكل أكبر، مع ظهور كتب وأدلة إرشادية حول اختيار الملابس المناسبة لكل نوع جسم. ومن تسعينات القرن العشرين حتى الوقت الحاضر انتشرت الأبحاث المتعلقة بأنماط الأجسام المختلفة بشكل أكبر، وازداد الوعي بين المستهلكين حول كيفية اختيار الملابس اللي تتناسب مع شكل الجسم، الأمر اللي أدى لنمو صناعة الأزياء بشكل شامل وتفاعلي مع احتياجات الأفراد. أصبح اليوم اختيار الملابس وفقاً لشكل الجسم أمر ضروري جداً وجزء مهم من الموضة، حيث توجد نصائح متاحة من قبل خبراء الأزياء ومصممي الموضة لمساعدة الأفراد في اختيار ما يناسبهم.
هاي أنا سارة كيروز سيليبرتي ستايلست. اليوم رح نكون عم نحكي عن الشيب كونسلتنسي. صبايا مقسومين 5 كاتيجوريز: بير شيب، أبل شيب، أور جلاس، ريكتانجل وإنفيرتد تراينجل. هول الأشخاص نحن بنحكي عن البادي شيب تبعهم بيزد على الشيب من الخواصر، من الإيدين ومن الخصر كمان. خلينا نحكي أول شيء عن البير شيب. أكيد مهم تعرفوا كل حدا شو هو شيب جسمه تتعرفوا شو القصص الأحلى تتبسوها تتبينوا بأحلى طريقة. البير شيب بيكون شخص من فوق رفيع، يعني كتافه رفيع، وبيكون الهيبس تبعه شوي أعرض. من هيك هذا الشخص وتيكون بير شيب أفضل يلبس بطريقة يبين من فوق رفيع، يعني من نلفت النظر بالأوبر بارت، ومنلبس ألوان غامقة بالبوتم بارت. سو من فوق فيها نكون عم نلبس كولفي، فيها نكون عم نلبس قصص مثل بودي، قصص شوي ضيقة، قصص يبين الشخص رفيع من فوق. فيكن تلبسوا نقشات أو حتى ألوان تتلفتوا النظر بالميل الأحلى بجسمكن. من تحت بالأوبر بارت أفضل تلبسوا ألوان غامقة، أفضل تلبسوا ريجولر فيت، يعني إذا بانتالون أو جينز ما يكون كتير ضيق ولا كتير واسع. وتنلبس ضيق نلفت النظر إنه البوتم بارت أنصح، وتنكون عم نلبس كمان قصص كتير واسعة ما منبين أرفع. العالم عادة بتفكر إنه إذا لبست واسع بتبين ما بيبين الشيب سو أحسن له، بس لا، للبير شيب لبسوا regular fit، يعني الفت الجينز أو البنطلون تكون من فوق لتحت تقريباً قد البعض. شغلة تانية فيكم عم تلبسوها هو الA-line، A-line skirt و A-line dress، اللي هو بيجي الخصر رفيع وبعدين فستان أو السكيرت بتكون أوسع شوي. بهالطريقة بيبين الأوبر بارت رفيع والباتوم بارت ما منلاحظ الشيب مثل ما هي. من هيك دايماً نقول للبير شيب روحوا صوب الA-line dress أو الA-line skirt أو regular jeans أو pants مثل ما قلت لكم. هلأ رح ننتقل للأبل. الأبل شيب هن الأشخاص يلي العكس تمام، يعني من فوق عرض بياخدوا وزن من فوق ومن بطنهم وإجريهم نرفع. شو لازم يلبسوا الأبل شيب؟ أفضل تكونوا عم تلبسوا سكيني فيت للجينز والبانس، يعني تكون ضيق، أو اللي بيلبس تنانير يلبس تنورة قصيرة أو فستان قصير تبين البارت الأرفع من جسمهم. ومن فوق لازم تكونوا عم تلبسوا regular fit، ولا كتير واسع تما يبين أعرض ولا كتير ضيق كمان تما يبين إذا الشخص أخذ وزن ببطنه. سو أفضل تكونوا عم تلبسوا الكولفي يلي شوي مفتوح أو الكولباتو، يعني قد ما فيكن تفرجوا الأوبر بارت بطريقة ما يعرض. ما تلبسوا كارون ولا كول اللي بيجي عالي التورتل ناك أبداً، ما تسكروا من فوق لأنه الشخص بيبين أعرض. دايماً للأبل البسوا ألوان أغمق أروق، ما تلبسوا نقشات من فوق تما تلفتوا النظر بالميلة اللي أنتوا مزعوجين أو ما بدكن تبينوها. ومن تحت فيكم بالعكس تلبسوا ألوان فرحة أكتر، باترنز، وتلفتوا النظر بالميلة لأحلى بجسمكن. ثالث كاتيجوري رح نحكي عنها هن الاور جلاس. الاور جلاس شيب هو الشخص يلي بيكونوا كتافه قد تقريبا الهيبس تبعه بس الويست رفيع. سو بتشوفوا هيك الشيب، سو بتحسوا دايما انه الويست كتير رفيع والكتاف والباتم بارت تقريبا قد بعض. الاور جلاس شو فيكم تكونوا عم تلبسوا؟ اهم شيء فرجوا انه خصركم رفيع كتير. سو البسوا قصص انفلوب دريس، فستان ضيق، فستان يكون عنده بلت، أو حتى أنتوا زيدوا البلت على سكيرت أو على جينز. دايماً نقول للأور جلاس قد ما فيكن لبسوا البلت لأن بتفرجوا بعد أكتر قدي خصركن رفيع. أكيد فيكن تكونوا عم تلبسوا كمان التوب بتكون كمان انفلوب، يعني بتتسكر على الجنب. فيكن تكونوا عم تلبسوا كل شيء بيخليكن تبينوا رفيع من الويست. وقد ما فيكن أكيد تلبسوا الجينزات اللي بتجي تاي أوت بتفرجي قدي الخصر رفيع وبعدين بتجي شوي أوسع. الأشخاص الأور جلاس كمان بموضوع الألوان فيكن تكونوا عم تلبسوا فستان نفس الباترن، فيكن تكونوا عم تلبسوا توبات تكون بالألوان القوية. بس أهم شيء منقوله دايماً للأور جلاس فرجوا خصركن قدي رفيع تيبين جسمكن مش بلوك واحد، تيبين قدي مخصوري. رابع كاتيجوري هن الريكتانجل. الريكتانجل هو شخص يلي عادة
تقريبا قد بعض من فوق لتحت. يوجوالي المودلز بنحطهم بكاتيجوري ريكتانجل، بيكونوا كمان طوال ورفيع، بنقول سليم اثليتيك، بس هي من ضمن كاتيجوري ريكتانجل. شو بنقترح على الاشخاص الريكتانجل؟ تمت بينه بنفس العرض من فوق لتحت. نقترح دائما انه تكونوا عم تلبسوا لايرز، يعني كذا قصص مع بعضهم، توب فوقات جاكيت، اكسسوارز قد ما فيكم، هات سكارفز، سو قد ما فيكم تعملوا لايرز بيبين اكثر جسمكم فيه شيب وكيرفز انستد اوف يبين كله نفس الشيء. كمان نقترح على ريكتانجل انه تكونوا عم تلبسوا باترنز والوان، ما تروحوا ابدا على قصص سيمبل، بالعكس انتم فيكم تكونوا عم تلبسوا الوان وباترنز تعطوا اكثر شيب وموفمنت لجسمكم. اكيد الريكتانجل فيكم تكونوا عم تلبسوا الرياليه اللي بيجي عريض، نحن دائما بنقول سترايبس العريض بينصح، سترايبس بالطول بيرفع وبيطول. للريكتانجل اكيد فيكم تكونوا عم تلبسوا سترايبس العريض تعطوا شيب اكثر لجسمكم. اكيد فيكم تكونوا عم تلبسوا ليذر جاكيتس، فيكم تكونوا عم تلبسوا قصص فيها شوي فوليوم، قد ما فيكم اعطوا حركه للشيب الجسم. آخر كاتيجوري هي الانفيرتد تراينجل. انفيرتد تراينجل هن الأشخاص يلي يوجولي أثلاتيك، سو بيكونوا بيعملوا جيم كتير أو بيسبحوا، سو بيكونوا كتافهم كتير أعرض من باقي جسمهم. الفرق بين الانفيرتد تراينجل والأبل هو إنه الشخص الانفيرتد كتافه بيكونوا كتير أعرض، بس ما بيكون عادة عنده وزن ببطنه. الأبل بياخد وزن ببطنه وبالأوبر بارت. الانفيرتد تراينجل يوجولي أثلاتيك مثل ما قلت، سو بيكون الشخص في ديكالاج شوي، بتحسوا الكتاف كتير أعرض والإجرين كتير رفيع. الانفيرتد تراينجل بنقول للصبايا عادة قد ما فيكم ما تلبسوا قصص ولا تيرتل نك ولا كولرو، ما تلبسوا ابدا شيء عالي تما تعرضوا البارت تبع الكتاف، بالعكس البسوا قد ما فيكم كولفي انفلوب، قصص تكون اكثر مفتوحه شوي على الرقبه تتبينوا ارفع. اكيد يوجولي الانفيرتد تراينجل بنقول لهم اذا بدكم تبينوا شوي ارفع من فوق ما تلبسوا سومبرتيل، البسوا قصص شوي تخبي الكتاف تبين ارفع، بس ما تلبسوا قصص سميكه. دائما بنقول اذا بدكم تبينوا ارفع روحوا على قصص شوي اخف. اكيد بشتويه بتلبسوا قصص، اذا بدكم تلبسوا كنزه ما تروحوا على الكنزه اللي كثير سميكه، تروحوا على الكنزه اللي فيها تكون بتدفي بلا ما تكون سميكه، مثل الكشمير او حياة القماش بتحسوا انه بدفي بلا ما يعطي فوليوم. كل شيء بيعطي فوليوم بعده عنه بالأوبر بارت، بس تحت فيكم تكونوا عم تلبسوا جينز او بانتس فيري سكيني ضيق، سكيرت او حتى شورت تتبينوا البارت اللي هي ارفع بجسمكم. نفس الشيء مثل الابل، ما فيكم تكونوا كثير عم تلبسوا الوان ونقشات بالأوبر بارت لانه هذا الشيء كثير رح يعرض، بالعكس فيكم تعملوا هيدا الشيء بالبوتوم بارت بالجينز او سكيرت. بهالطريقه شفتوا الفايف بودي تايبس للصبايا، شو احلى شيء لهم. شفنا سوا الـ 5 body types، هلا خلينا نشوف examples تتشوفوا خمس صبايا بـ 5 different body types. أول شيء رح نحكي عن pear shape، مثل ما قلنا بيكون الشخص أرفع من فوق ويوجولي بياخد وزن بالهيبس والإجرين. هيدا الـ body type قلنا إنه أفضل يكون عم يلبس قصص شوي أغمق من تحت وبالعكس من فوق يكون عم يلبس قصص أفتح، رح نشوف بعدين كيف بيكون اللوك أزبط عليه. هون عنا الـ apple shape، يعني شخص بياخد عادة وزن بالـ upper part تبعه وعادة إجريه بيكونوا أرفع. يوجولي بنطلب من الشخص يلبس كولفي ويلبس قصص مش كتير واسعة، كمان هنكون عم نشوف غير اوبشن كيف نكون عم نلبس للأبل بودي تايب. تالت تايب هو الاور جلاس، بيكون الشخص الويست تبعه رفيع، يعني خصره كتير رفيع، وبعدين الهيبس تقريبا بتخن الابول، يعني بتخن الكتاف. رابع بودي تايب هو الحدا اللي بيكون ريكتانجل. ريكتانجل بودي تايب يعني بيكون تقريبا الابول يعني الكتاف قد الهيبس، بس بيكون الشخص يوجولي رفيع وطويل. هيدا كمان هنشوف البادي تايب شو فيهم يكونوا عم يلبسوا قصص بتلائمهم. واخر بادي تايب هو الانفيرتد تراينجل، اللي هن الاشخاص يلي كتافهم شوي اعرض وبعدين بيجوا ارفع، كمان في قصص تنلبس تيبينوا ارفع من فوق. خلينا نشوف سوا.
حكينا لكل صبية لوك بيلبق لها أكثر، تتشوفوا معنا كيف بيبين كل بودي تايب ديفرنت حسب شو بيلبس. رح نبلش مع البير شيب، عطينا يكون اللون قوي أكثر بالأوبر بارت تتلفت النظر أكثر، كولفي وفيها تكون عم تلبس جاكيت أو سكند لاير لأنه من فوق فيها تلبس أكثر، من تحت مثل ما قلنا السكيرتس بيلبقوا قصص شوي واسعة شوي هذلة ما تكون على قد الجسم ببين الشخص أضعف. للأبل كمان قلنا إنه الكولفي بيطلع حلو، قد ما فينا نكون لابسين شوي واسعين على هالبارت يعني على البطن كما يبين ضيق علينا أو يبين الشخص أنصح من فوق. بهالطريقة بفستان هيك بهيدا الكوت بينت أضعف بكتير بهيدا اللوك. هون للأور جلاس عطيناها دريس على قد الجسم، قلت إنه الأور جلاس كتير حلو تلبسه على قد الجسم، فستان من فوق لتحت ببين الخصر الرفيع ببين الألور كلها أرفع. رابع كاتيجوري هون عطينا للريكتانجل يلي هو يوجولي بنقول كمان السلم اثليتيك والمودلز اندر ذيس كاتيجوري، فينا نكون عم نعطيها فوليوم، من هيك عطينا فستان فيه رافلز فيه فوليومز فيه تو لايرز وبلت كرمال تيعطي اكثر موفمنت وفوليوم للجسم. واخر كاتيجوري الانفرتد تراينجل قلنا انه حلو نكون عم نعطي فوليوم شوي من تحت، من هيك كل الفذر على البانتس هيك بيكون في بالانس اكثر بين فوق وتحت، ومن هيك كمان تنيها كولفي تبين شوي ارفع من فوق. بهالطريقه شفنا 5 بودي تايبس بمور بالانس لوكس. فكره تنسيق الملابس مشاهدينا لا تنطبق وفقا لشكل الجسم على النساء فقط بل تشمل الرجال أيضاً، فمن المهم أن يأخذ الرجال في الاعتبار شكل أجسامهم عند اختيار الملابس، حيث يمكن الملابس المناسبة أن تعزز من المظهر العام والثقة بالنفس وتبرز الأناقة والجاذبية الشخصية بطريقة مثالية وتساعد في إبراز المزايا وإخفاء العيوب، حيث يتفاوت أشكال الجسم بين الرجال وتتضمن الأشكال الأكثر شيوعاً بقوام المستطيل والمثلثي والبيضاوي، ولكل شكل من هاي الأشكال مميزاتها وأيضاً احتياجاتها الخاصة فيما يتعلق بتنسيق الملابس. ومع تزايد الوعي والموارد المتاحة أصبح من السهل على الرجال العثور على التصاميم اللي تناسبهم بشكل مثالي لإبراز المزايا وإخفاء العيوب ولتقديم مظهرهم بأكثر نحافة أو العكس. كل هذا يتطلب فهم جيد لشكل الجسم وكيفية تنسيق الملابس بما يتناسب معه. هلأ رح نشوف الشباب. شباب مقسومين 5 categories، كمان ريكتانجل، تراينجل، ترابيزويد، أوفال وإنفرتد تراينجل. شباب كمان مثل الصبايا مقسومين بكاتيجوريز كتير بيشبهون. الريكتانجل هن الناس اللي بيجوا بلوك يعني كتافهم قد خصرهم. هول أشخاص شو فين يكونوا عم يلبسوا؟ دايماً نطلب من الشباب كمان ما يبينوا كتير بلايرز كذا لايرز لأنه هيدا الشيء كمان رح يعرض زيادة. ننتبه ونلبس قصص شوي أخف إذا بدنا نكون عم نلبس قميص فوق شيء يكون شيء خفيف تما يعرض الشخص وتما يبين بلوك زيادة. كمان عم نطلب منهم ما يلبسوا مونوكروماتيك يعني ما يلبسوا نفس اللون من فوق لتحت، هيدا الشيء زيادة رح يبينهم بلوك. ومنقلهم كمان إنه يكونوا عم يلبسوا بانس الفت تبعها تكون ولا كتير واسعة ولا كتير ضيقة تيكون هيدا الشيء عم بيساعد نشوف البودي تايب أكثر. ثاني كاتيجوري هن الاوفال. شخص الاوفال بيكون الشيب تبعهم بياخذوا وزن بالبطن. دائما بنقول لشباب ما تلبسوا كثير قصص ضيقه تما يبين البطن انصح، ما تلبسوا قصص سميكه كقماشات كمان ما يعرض، وجربوا البسوا بليزرز للاشخاص اللي بتحب تعمل جاكيتاتها او بليزراتها للسوتس تبعهم، جربوا حطوا لهم بادد شولدرز يعني حطوا لهم شيء للكتاف تشوي يعطيهم شيب للكتاف لانه يوشلي هول الاشخاص بيكونوا كتافهم رفاع. سو دائما جربوا جاكيتات او التوبات يكون فيها شوي بادد شولدر تبين شوي شخص اعرض كتاف. كاتيجوري ترابيزويد هن الاشخاص يلي عندهم كتافهم تقريبا من مثل خصرهم بس عندهم كمان شوي بطن. الفرق بين الترابيزويد والانفرتد تراينجل هو انه الانفرتد تراينجل بيكون ابدا ما عندهم بطن، بيكونوا يوجولي ناس اتلتيك بيروحوا كثير على الجيم، سو بيكونوا كتافهم عراض وكثير رفاع من تحت. للاشخاص الترابيزويد بنقول تقريبا مثل الاوفال ما تكونوا عم تلبسوا قصص كثير ضيقه على البطن، بالعكس عندكم كتاف منيح سو البسوا جاكيتس او توبس
تكون ضيقه على الكتاف وعلى الايدين بس ما تكون كثير ضيقه على البطن. سو في فيتس بيجوا منيح على الايدين وبعدين شوي اوسع على البطن، هذا الشيء احسن. للانفيرتد تراينجل منقول انه تكونوا عم تلبسوا قصص شوي ضيقه من فوق، لانه بالعكس الجسم بيكون مقسم عاده. من تحت ما تلبسوا كثير سكيني جينز او كثير سكيني بانس، رح تبينوا كثير ديكالاج، كثير في فرق بين الاوبر والبوتوم. سو فيكم تكونوا عم تلبسوا بانس شوي ريجولر فيت تبين في اكيليبر اكثر بين فوق وتحت. واخر كاتيجوري تراينجل، يعني الشخص عاده بياخذ وزن كثير ببطنه وكثير كتافه رفيع. هذا الديكالاج بنجرب نظبطه دائما مثل مع الاوفال، انه يكون عم نلبس شيء للكتاف يعرض شوي الكتاف. الفرق عن الاوفال، الاوفال عاده بيكون الشخص شوي اقصر وشوي اعرض من البطن، التراينجل بيكون المشكله انه الكتاف كثير رفيع. سو دائما بنقول له ما تلبس قصص ضيقه على الكتاف، بالعكس عرض الكتاف، البس لايرز، البس قصص فوق بعضها، وجرب قد ما فيك تلبس بادد شولدر سوتس تيكون الشخص جسمه اكثر متناغم. هيك شفنا الخمسة كاتيجوريز تبع الشباب. حكينا عن الكاتيجوريز تبع الشباب، هلا تعالوا نشوفهم سوا مع كم اكزامبلز. اول كاتيجوري رح نشوفها هو الاوفال. الشخص الاوفال بيكون بياخذ عاده وزن اكثر ببطنه وبيكونوا كتافه مش كثير عرض. رح نشوف بعدين كيف نلبس باحسن طريقه. تاني تايب رح نشوفه اليوم inverted triangle، يعني الشخص بيكون usually بيروح على الجيم سو كتافه بيكونوا أعرض وإجراء بيكونوا أرفع. كمان رح نشوف شو هن الأوبشنز هتلبسوا كinverted triangle. وآخر example رح نشوفه rectangle، يلي الشخص تقريبا منحس إنه كتافه قد كمان إجراء، سو بنكون حاسين أكتر لشخص بلوك، بس كمان منقول إنه tall and skinny under this category. كمان رح نشوف سوا شو بيكونوا عم يلبسوا. هلا عطينا للشباب لوكات بيلبقوا لهم، خلينا نشوف سوا. عطينا للاوفال لون غامق من فوق تيبين ارفع، وعطيناه بليزر يبينوا كتافه شوي اعرض. سو كثير مهم تلبسوا بليزر شوي اكبر تيبينوا الكتاف اعرض. للاشخاص الانفيرتد تراينجل مهم تكونوا عم تلبسوا شوي كولفي، الجينز ما يكون كثير ضيق ريجولر فيت، وكمان الاشخاص اللي منهم كثير طوال افضل تكونوا عم تلبسوا فيرتيكال سترايبس، من هيك هون عندنا الريات طويل تيبين الشخص اطول. واخر شيء للريكتانجل، عطينا هون لايرز، يعني شميز فوق جاكيت. كمان كثير مهم الريكتانجل يكون عم يلبس لايرز تيبين جسمه فيه اكثر شيب، تما يكون من فوق لتحت نفس الشيء. ودائما البانس يكون شوي اوسع ما يكون كثير ضيق، وما يلبس مونوكروماتيك، يعني يلبس كذا لون سوا مش لون واحد. من هيك هون عندنا لون البرغندي الغامق، الجراي والابيض، تيكون في بالانس اكثر لللوك ويبين باحسن طريقه. العبايات بتنوع تصاميمها وفرادتها، تعتبر رمزاً للأناقة التي تناسب جميع أشكال الجسم، من العبايات الكلاسيكية البسيطة إلى التصاميم الحديثة المبتكرة. تمنحنا العباية القدرة على التعبير عن شخصيتنا وأسلوبنا الخاص مهما كان شكل جسمنا. لكن اختيار العباية المثالية ما يعتمد فقط على التصميم، فالقماش أيضاً يلعب دور حاسم في تحقيق الراحة والجاذبية. القماش الصحيح سواء كان ناعم أو انسيابي أو متين أو ثقيل، يمكن أن يضيف لنا لمسة من الرقي على إطلالتنا ويعزز من الشعور بالثقة طوال اليوم. التصميم المدروس بدوره يجعلنا نبدو بأفضل صورة، مبرزاً جمالنا الطبيعي ومساعداً في إخفاء أي عيوب نرغب في تخفيفها.
لذا من الضروري أن نختار العباية اللي تتماشى مع شكل أجسامنا وتناسب مناسباتنا المختلفة. فكل تفاصيل العباية من القماش إلى القصات والزخارف يجب أن تتماشى مع أسلوبنا الشخصي لتعبر عن هويتنا وتظهر اهتمامنا بأدق التفاصيل. فالعباية ليست مجرد لباس تقليدي، بل هي هوية تجسد اختياراتنا وتمثل لنا مزيجاً من التقاليد العريقة والحداثة العصرية. إنها تعكس تميزنا وتفردنا وتجعلنا نبدو بمظهر جذاب ومتكامل. مصممة الأزياء الإماراتية ستعرفنا اليوم على أسرار اختيار العباية المناسبة لنحصل على إطلالة ساحرة تجمع بين الأناقة والفخامة. مرحبا، معكم مضحية المنصوري، مصممة عبايات ودرسات ببراند إماراتي. اليوم حابة أتكلم وأعرفكم على أنواع الجسد أو أنواع الجسم، كيف نقدر نختار العباية. عندنا مثلا الجسم التفاح أو جسد التفاحة. دايما جسد التفاحة ناخذ الأشياء اللي تبينه أنعم، أطول، نخفي الأشياء البارزة في الجسم ونحاول نبين جمالية الجسم. مثلا عندنا الجسم المستطيلي. الجسم المستطيلي دائما يكون محتاج شيء يبرز في معالم الأنوثة أكثر. فكيف نقدر نختار العباية والماتيريال اللي يناسب هذا الجسم؟ دائما يعني نختار الأشياء اللي تبين العرض أكثر، تبين الجسم معالمه من تحت أكثر وتبرز أكثر وتكون جماليته أكثر. وبنتكلم عن الجسم الساعة الرملية، وهو تقريبا أكثر الأجسام الخليجية يعني تندرج تحت الساعة الرملية، اللي هو يكون الجسم من فوق أضعف ومن تحت ممتلئ أكثر. فتناسبنا جدا القصات الفرنسية، يعني تكون قصة الإيد ناعمة فرنسية، تكون قصة العباية ناعمة أكثر، تبين الجمالية وتبين جمالية الجسم. وعندنا بعد الأقمشة المختلفة نفس الأورغانزا، الشيفون، الحرير. فكل موديل وكل قصة جسم أو قصة عباية تبرز الجسد أكثر. بالنسبة لعبايات المناسبات، أفضل التور والدانتيل مع التطريز ومع الشك، تعطي جمالية وتعطي رونق للبشرة وللشكل وللجسم وللموديل نفسه. فالعباية في الوقت الحالي ما سوت فقط للستر أو أن نلبسها فقط لها شيء، لا، سوت موضة داخلة في كل شيء، سوى مناسبات أو العبايات العملية أو العبايات اللي هي اليومية أو العبايات اللي مثلا الفاشن. فسوينا ندخل في الفاشن أكثر، وسويت العبايات على مستوى العالم مش على مستوى الدول العربية فقط. وبالنسبة لبناتنا النحيفات اللي هم ضعاف أو ضئيلات شوي في الجسم ويكونون كيوت يعني، فأنصح بالعبايات اللي تكون الأقمشة اللي هي واقفة أكثر، يعني نفس الكريب اللي هو واقف، العبايات الأورغانزا تعطي جمالية للجسم أكثر وتعطي يعني شكل جمالي للبنت النحيفة. والبنات الصغار في السن يعني من عمر مثلا نقول 14 سنة تبتدي تلبس العباية، فأنصح بقماشة الكريب، بقماشة الشيفون، بالدبل شيفون جدا مناسبة لهم. واللينن، اللينن بالذات احنا عندنا الأجواء الصيفية والحر، فوايد أنصح بالعبايات اللينن، وصارت وايد موضة هاي الفترة. وصارت العباية تنزل مواسم، يعني الأقمشة مواسم والقصات مواسم. عندنا مثلا موسم اللي هو يكون فيه الأعراس والمناسبات، نبتدي ننزل اللي هي الموديلات اللي هي خاصة بالأعراس والمناسبات اللي فيها تطريز أكثر، فيها شك أكثر، فيها فاشن أكثر. وفترة الصيف تكون مختلفة تماما، تنزل عادة اللي هي العبايات اللي هي القصات، نفس الجاكيت مع البناطيل. واللاين لاين وفر اللي هي اللينن والأشياء اللي مع البناطيل ومع الأزرار وخطوط الموضة اللي تناسب العصر الحالي. وعندنا مثلا اللي هو موسم الشتاء،
موسم الشتاء نحب فيه الفرو، نحب فيه الريش، ندخل فيه الموديلات اللي تكون شتوية أكثر وتناسب هذا الفصل الجميل. وعندنا كذلك الأقمشة، نختار الصوف، نختار المخمل، نختار الأقمشة اللي هي تناسب فصل الشتاء أو كل فصل من فصول السنة. في حلقة اليوم عرفنا سر من أسرار الموضة اللي بيساعدنا إن نعرف كيف نختار ملابسنا واللي تناسب شكل أجسامنا. ولا تنسون إن أي شيء نلبسه يعكس شخصيتنا، عشان شي لازم نختار ملابسنا بدقة ونخلي لكل إطلالة جاذبية خاصة ونطلب أحسن صورة. ولا تنسون اللبس مش بس شكل، هو أسلوب حياة يعكس ثقتنا في نفسنا وحبنا للجمال والأناقة.